السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن حال. اليوم جيتكم بوصفة جديدة على قناتكم شنتورة، جيت نقدم لكم وصفة ديال تشيز كيك كتجي رائعة، مذاقها رهيب والكل يمكن له يعملها وبكل سهولة. تفضلوا معايا ندوزوا المقادير وطريقة التحضير. لهاد تشيز كيك تنحتاج 200 حتى 250 غرام ديال البسكويت بطحون على حسب الإطار، 100 غرام ديال الزبدة دايبة، معلقة صغيرة ديال الكاكاو، معلقة كبيرة ديال بيبيت شوكولا من نوعية جيدة، ومعلقة كبيرة ديال لوز كونكاسي. الكريمة تنحتاج لها 500 ملل ديال القشدة أو الكريمة السائلة تكون حلوة، اللي ما عندوش هاد الماركة يدير أولالا متواجدة في السوق، و 200 غرام ديال الشوكولات من نوعية جيدة. ندوزو لطريقة التحضير. كنهرس البسكوي، تنزيد عليه كاكاو والزبدة وغادي نطحنو دابا. هالخليط ديالنا تطحن، غادي نكبو في هاد الصلادية. وغنزيد عليه هاد لي بيبيت شوكولا واللوز، نحاول نخلطهم، كيعطيوهم جا كيعطيوه جمالية وكيزيدو حتى ذوق، وحتى الدراري الصغار من تيلقاو ديك لي بيبيت شوكولا تيعجبهم الحال. استسمح هاد جوج طريفات ما طحنوش، حيدوهم. دابا غنصبهم في الإطار، وغندوزو نأبلاتيو هاد الخليط، نوزعوه. نقادو على هذا الشكل وكندخلو للثلاجة. صافي هو تقد، دابا غندخلوه يبرد باش يتماسك وندوزو نديرو الكريمة. ها الشكلات دوبت اوبا ماري، الباكيه فيها 170 غرام، زدتها انا 31 غرام. اللي ما بغاش يزيد ما يزيدش او يدير شكلاط عادي، المهم هذا راه كافي لان غيش عنده فيه الذوق. دابا غنخليوه الشكلاط يبرد وغنمشيو نطلعوا الكريمه دومي مونتي. نتلاقاو اخواتي، غنطلعوا الكريمه دومي مونتي. غنزيد عليها الشكلاط اخواتي، غنخدم بهاد الشويه وعاد غنزيد الشيء الاخر. ها الكريمه ديالنا اخواتي بعد ما طلعت، انا غادي نكبها في القالب، نقادها هاي اخواتي. بعد ما قديتها كنديروا هاد السباتولا، كننقشيوها في الماء، تنغسلوها وتنفضوها مزيان وتنقادو لها الوجه هكا، ما تتخليش ديك لاطراس ديالها. المهم غادي نمسحوا لها الجناب وغندخلها شويه المجمد تقبض راسها. مازال غنحققها، ولا نعاود اخرى. اخواتي غندوزو نديرو الشوكولا ميروار، ساهل ماهل. كنحتاجو له نص كاس ديال الماء ونص كاس ديال الزيت
ونص كاس ديال السنيده، المهم يكونوا مقادين، وجوج خنيشات ديال الكاكاو وزن 14 غرام. غنحركوا هادشي حتى كيندمج. غير كطلع فيه الغليه تيبدا يعقد، كنحيدوه فوق العافيه، كنحسو بسنيده بانها ذابت وتنحيدوه فوق العافيه. ها هو بدا تيغلي، كنحسو به بدا كيعقد، ما كيبقاش السباتولا كيمشي الزيت بوحدو ولا بوحدو. غنطفيو عليه، دابا خارج النار غادي نزيد الشكلاط. نخليه حتى هو على جانب يبرد. غنزيدوه فوق الكريمه تكون بارده ولا نعاودها. احنا اخواتي غنديروا غلاصاج ميغوار، غنصبو على هاد الشكل. قدو غير هكذا، نوزعوه هكذا، خليوه بلا ما نقيسوه لا بمعلقه ولا بتا شي حاجه. واخا يبرد غير حركوه مزيان وخليوه ونتلاقاو. جبتنا وجدات، غادي ندير هذا الشكلاط بحال هكا حبيبات، وغنديرو في الجنيبات هكا، غنزوقو على هذا الشكل. ديرو ديك الشيء اللي عندكم في الدار متواجد، ما بغيتوش تزوقوها تحطوها حتى سامبل هكا، ماشي مشكل. وتبتوه بالمعلقه، انا غنكمل على هذا الشكل ونتلاقاو. دابا غنديمو ليه حلوه اخواتي، نشوفوها كي جات. ها هي اخواتي، كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه لا في الشكل ولا في المذاق. ومازال غنزيد نزوقها بواحد شويه ديال اللوز كاراميليزي من الوسط، وندوزو لمرحله التقديم ولا نعاودها. ها الحلوه كتجي على هذا الشكل، نتمنى تجربوها، عندها واحد الطبقه مقرمشه، صدقوني اخواتي كتجي لذيذه. تجي فيها واحد المذاق رهيب. الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ديالي، فضلا وليس امرا ما تنساوش ديروا لايك وتضغطوا على الزر الاحمر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء في وصفه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.